الصيفي في مصر ويستمتعون برفاهية هواء الجبال السويسرية. أهلا بكم إلى سويسرا، ذلك البلد الهادئ الغني في وسط أوروبا، المعروف بالشوكولاتة وبمصاريفه وبساعاته الدقيقة أيضا. وهنا في سويسرا يأتي الكثير من أثرياء المصريين لإنفاق أموالهم ولإيداعها أيضا. أنا ذاهب الآن لمقابلة المدعي العام المسؤول عن تجميد هذه الأموال. فيما يتعلق بكمية الأموال المجمدة في حالة مصر، لدينا ما يزيد قليلا عن 700 مليون فرنك سويسري مجمدة وتخضع لتحقيقاتنا الداخلية. إلى أي حد وصلنا؟ لقد مر عام ونصف تقريبا على تسلم أول طالب مساعدة متبادلة، إذن الوقت يعتبر مبكرا بالنسبة لتحقيق ضخم كهذا. لدينا أكثر من 20 ضابط شرطة، ولدينا محققون ومحللون ماليون ومدعون لإسراع سير التحقيقات قدر المستطاع. أرادت بي بي سي أن توصل هذه المعلومات إلى الشعب المصري وإلى المستشار عاصم الجوهري، الرجل المسؤول عن العثور على أموال مصر المنهوبة، والذي وافق على إجراء أول مقابلة لقناة عالمية منذ الثورة. كنا أول من أبلغه بأن السويسريين قاموا بتجميد ما يربو على 700 مليون فرنك سويسري، أي نحو 4,200,000,000 جنيه مصري حتى الآن. هو الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا الخبر، طبعا نعتقد أن الشعب لو علم بهذا سوف يكون أسعد أيضا، فشكرا على هذه البشرة الجميلة. عمل المستشار عاصم الجوهري قاضيا جنائيا ل37 عاما في مصر، وهو مسؤول عن تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى الدول التي يشتبه أن الأموال المصرية مخبأة فيها، وبموجب هذه الطلبات يتم تبادل المعلومات بين الدولة التي تخرج منها الأموال وتلك التي تتلقاها، تمهيدا لطلب إعادتها رسميا. بعد الثورة مباشرة تلقينا بلاغات كثيرة جدا بالنسبة للمسؤولين وبالنسبة لمبارك بالنسبة للفساد، ولكن نما إلى علمنا من البلاغات المقدمة أن هناك أموال موجودة في الخارج. الأسرة الحاكمة استمرت فترة طويلة مدة 30 سنة وهي أسرة فاسدة، وبالتالي فالفساد متجذر، وبالتالي متجذر في كل المؤسسات، يعني ما بقول فساد مؤسسي في الكل. الحقيقة صرحت النيابة العامة مباشرة بطلب مساعدة، إرسال طلبات مساعدة قضائية إلى كل دول العالم في شهر فبراير، أي بعد أيام قليلة من الثورة. تفيد التقارير أن الأصول المصرية عرفت طريقها لأماكن مثل الرياض والدوحة ودبي ونيقوسيا ولندن ومدريد وبنما وسويسرا. تفاوت رد فعل هذه الجهات على الطلبات التي تقدم بها المستشار الجوهري للمساعدة في إعادة الأموال إلى مصر. يقول عاصم الجوهري إن الإرادة السياسية تباينت بشكل صارخ في كل دولة، وسويسرا مثال بارز للاستجابة الإيجابية. أنا هنا في مركز السلطة في العاصمة السويسرية بيرن. انظروا هنا مقر المصرف السويسري المركزي، حيث تتقرر كل السياسات النقدية للبلاد، وعلى بعد أمتار منه مقر الحكومة الفيدرالية. كثيرون يعتقدون بأن الأموال المصرية المودعة هنا لن تخرج أبداً من المصارف السويسرية، ولكن السلطات هنا يقولون غير ذلك. يقولون بأن سويسرا هي البلد الرائد في رد الأموال إلى بلادها الأصلية. وأنا الآن متوجه إلى وزارة الخارجية للتحدث مع من يسمى هنا بالأب الروحي لرد الأموال إلى أصحابها. Thank you.
السفير فالنتين زيلفيغر مدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية هو الذي قام بنشر قائمة تجميد أرصدة رموز النظام السابق بعد نصف ساعة فقط من إعلان تنحي مبارك. سويسرا هي أول البلاد التي قامت بهذه الخطوة في هذا التوقيت. By the time of the announcement, of course, the list was ready. عند إعلان التنحي كانت القائمة جاهزة طبعا، وهي قائمة بأشخاص مشتبه في قيامهم بأعمال غير قانونية. وبالطبع فإنه في كل حالة على حدة يجب إثبات أن الأصول المدعة في سويسرا هي نتاج نشاط غير مشروع، سواء كانت مختلسة أو مسروقة أو تم الحصول عليها بأي طريقة غير مشروعة. الكثير من المصريين يتساءلون لماذا أخذت سويسرا هذه المبادرة، ويقولون أليس من الأبدى أو الأجدر أن نأخذ نحن هذه المبادرة؟ بالطبع يمكن لمصر أن تقوم بذلك بنفسها، ولكن هناك خبرات محددة يجب اكتسابها ونحن بارعون فيها، ولابد من بناء علاقة شراكة، وهذا أمر هام للغاية. بناء تلك الشراكة هي التي تجعلك ترفع سماعات الهاتف وتناقش كيفية التصرف بخصوص المعلومة التي تريد الحصول عليها. ما نريده هو أن نبين للدول المعنية أنه بالعمل على نحو فعال معا سيكون كلانا في وضع يؤهلنا لإعادة الأموال في أسرع وقت ممكن. سألت السفير عن أثر ضياع كل هذه الأموال. يقدر البنك الدولي أنه في كل عام تم سرقة ما بين 20 إلى 40 مليار دولار ترسل إلى مراكز مالية في أنحاء العالم، وهذا التقدير 20 إلى 40 مليار ليس دقيقا تماما، لكنه يبين حجم النسبة، وهذا يعني حرمان مشاريع التنمية من مبلغ 20 إلى 40 مليار. 20 إلى 40 مليار تعني نقصا يوازي حوالي 20 إلى 40% من حجم مساعدات التنمية حول العالم، وبذلك يمكنك تصور حجم المشكلة. لا يحتاج المرء أن يمكث طويلا في القاهرة ليدرك بشكل واضح مدى البؤس والفقر الذي لا تزال تبتلى بهما مصر. يقول البنك الدولي إن ربع سكان مصر يعيشون بدولارين للفرد في اليوم الواحد. أمال أجيال من المصريين وفرصها في الحياة تتبدد بشكل يومي. مجرد تجميد الأموال لا يعني بالضرورة أن مصر سوف تراها مرة أخرى. تجميد الأموال بموجب طلبات التعاون المتبادل التي تقدمها مصر، ولكن فقط في حالة تعاون مصر في توفير البراهين التي تثبت أن منبعها غير مشروع، وهذا هو الجزء الصعب. يسعى مكتب المدعي العام السويسري إلى تسهيل عملية اقتسام المعلومات من خلال طلبات التعاون المتبادل، وذلك عن طريق دعم بند في التشريع السويسري من شأنه إضفاء الصفة الجنائية على نظام أو دولة تتخذ شكل عصابات المافيا. في مايو آيار 2012 صدر حكم قضائي سويسري يعتبر أن النظام السابق في مصر قد اكتسب التوصيف القانوني لجهة تمارس الجريمة المنظمة، وبإكساب النظام السابق لذلك التوصيف ستتمكن سويسرا من تطبيق مبدأ ما يعرف بالمنطوق العكسي لإثبات الجريمة، بمعنى أن المتهم ليس بريئا قبل إثبات إدانته، إذن هو مدان قبل إثبات براءته، كما شرح لي المدعي العام السويسري. عندما نثبت وجود جماعة جريمة منظمة ينظر إلى جميع الأموال التي في حوزتها على أنها غير مشروعة، وعليها أن تثبت أن مصدر هذه الأصول مشروع، وهذا هو المنطوق العكسي لإثبات الجريمة.
إذن بينما تحاول دول مثل سويسرا العثور على أموال مصر بتغيير الوضعية القانونية للنظام السابق من خلال التشريعات السويسرية، فإن المعلومات اللازمة للعثور على الأموال وإعادتها لابد أن تصدر من مصر. منذ اندلاع الثورة لم تنقطع البلاغات الخاصة بفساد المرحلة السابقة، وانتشرت مئات الإشاعات ونظريات المؤامرة، وطبعا من الصعب التحقق من صحة كل هذه المعلومات. لذلك أتيت إلى هنا إلى مصر إلى مصدر الأموال التي تم تهريبها لأقابل الأطراف التي تحقق في غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج. ظهر بعد الثورة بعض المصريين الذين قرروا عدم الوثوق فيما تقوله لهم الحكومة فيما يتعلق بمليارات مصر المنهوبة، وشرعوا في إجراء تحقيقاتهم الخاصة. منهم محققون عامون مثل الدكتور محمد محسوب الذي التقيت به في مكتبه في القاهرة، وهو أحد مؤسسي المجموعة القانونية لاسترداد أموال مصر، والتي بدأت في البحث عن أموال مصر المنهوبة حتى قبل تنحي حسني مبارك. عملنا إيميل على الإنترنت باسم المجموعة، أصدرنا البيان الأول على الفيسبوك، وقلنا من لدي أي أسرار متعلقة أو بيانات أو معلومات متعلقة بأموال مصرية مهربة إلى الخارج يوافينا بها على العناوين الإلكترونية اللي أشرنا إليها. اليوم التالي يوم 9 كنا جات لنا ما لا يقل عن 600 مستند، في أغلبهم هم المستندات الجوهرية اللي بتقوم عليهم عملية تحقيق استرداد الثروة من خارج مصر والفساد الداخلي اللي حصل في مصر. أغلبها كان سليم باعتبار أنه ما حدش لحق يفبرك، كان النظام ما زال قائم. الموقع ده اتضرب قبل ما ناخد كل المستندات دي، وتدخلت أمن الدولة وبوظت الموقع. فإحنا عملنا إيه؟ عملنا موقع جديد أو عملنا عناوين إلكترونية جديدة، ندعينا الناس تاني من خلال الميديا أن يرسلوا، فجت لنا ألافات المراسلات، منها زي ما بقول لك 600 رسالة، 600 مستند اللي هم بيمثلوا المستندات اللي بتعتمد على كل المحاكمات اللي بتجري في مصر حاليا بتستند إلى هذه المستندات. طيب بعد عام ونصف من الثورة، هل تعتقدون أن هناك إرادة سياسية موحدة لاسترداد الأموال التي هربت إلى الخارج؟ حتى الآن لا توجد إرادة سياسية في الدولة المصرية لاستعادة الأموال المهربة. التفسير الحقيقي أنه مفاصل الدولة المصرية لم تسقط مع سقوط رأس النظام، وبالتالي كانت تحمي نفسها، تحمي الغير حماية لنفسها. في رأيكم ما الذي يمكن أن تفعله بريطانيا لتغيير موقفها؟ بريطانيا هي تقف في الجانب، في جانب الدول الأكثر سوءا في هذا الملف. لا توجد إرادة عند الدولة المصرية في المرحلة المنتقلة، المرحلة الانتقالية، وده أمر متوقع في كل حالة انتقالية بعد أي ثورة. لكن الدول الأخرى المستقرة التي تلقت نوجة الفساد، من المؤسف أنه أيضا لا توجد لديها أي إرادة سياسية لرد هذه الأموال، ربما لمصالح اقتصادية لكنها مصالح اقتصادية قصيرة. أجرت بي بي سي تحرياتها الخاصة حول أصول أصحاب هذه الأسماء في بريطانيا، وما اكتشفته كان مقلقا للغاية. كشفت بي بي سي عن أدلة تشير إلى أن بريطانيا لم تجري المراجعات الأساسية على الشركات العامة والممتلكات في بريطانيا. عثرنا على شركات وأصول مرتبطة بشكل واضح بالأشخاص المدرجين على اللائحة، ومع ذلك لم يتم تجميدها. منها على سبيل المثال العقار رقم 28 ويلتون بليس، وهي عبارة عن بناية فخمة في حي نايتس بريدج، أحد أرقى أحياء لندن غير البعيد عن محلات هارتز الشهيرة. سعر المنزل في هذه المنطقة يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين جنيه استرليني. المستندات التي بحوزتنا تربط بشكل واضح بين هذا المنزل وجمال مبارك. حجة المنزل حسب الشهر العقاري تفيد بأنه مملوك رسميا لشركة مسجلة في بنما، ومعروف أن بنما ملاذ ضرائبي آمن، ولربما كان هذا هو السبب في عدم وجود أي إشارة في السجل العقاري لأي أمر بتجميد المنزل.
للحصول على رأي إضافي حول هذه المستندات، قام زميلي تيم ويفل من برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي الإنجليزية والذي يعمل معي في هذا الوثائقي، قام بعرضها على محامي في مدينة لندن متخصص في استرداد الأصول. تلقيت هذا الصباح إقرارا سنويا من شركة ميدن فيست، واكتشفنا أن مدير هذه الشركة في الواقع هو جمال مبارك المقيم في رقم 28 ويلتون بليس. هذا دليل واضح يربطه بذلك العنوان، ولو أجريت تحريات أوسع عن تلك الشركة ستجد المزيد عنها. من الصعوبة بمكان تفهم سبب عدم عثور الحكومة البريطانية على هذه المستندات، بينما لم يستغرق الأمر منا سوى دقائق للعثور عليها، وهي متاحة للعامة على شبكة الإنترنت. ولو كانت السلطات البريطانية قد عثرت عليها، فلماذا لا يعتبر ذلك دليلا كافيا لفرض تجميد كامل على ذلك العقار لمعرفة ما إذا كانت هذه الشركة المسجلة في بنما غطاء لممتلكات وأموال جمال مبارك؟ وقد فحصنا أيضا أسماء أقل شهرة على القائمة مثل نجلاء عبدالله الجزائرلي، وهي زوجة الوزير السابق أحمد المغربي الذي يحاكم الآن في مصر بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة. تبين لنا من بحث سجل الشركات أن زوجته قد أسست شركة في بريطانيا بعد الثورة المصرية في نوفمبر 2011، واسم الشركة هو Essential Designs لنجلاء ليميتد، والمسجلة في رقم 5 أستل ستريت في لندن. ولا توجد أي إشارة في سجل الشركات إلا أن هذه الشركة وعملياتها خضعت لأية قيود، كما أوضح السجل العقاري أنها أيضا لم تخضع هي الأخرى للتجميد. هنا أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته نجلاء الجزائرلي وهما على القائمة، وإذا نظرنا إلى هذه الشركة هنا نجلاء ليميتد، واسمها موجود بالسجل على أنها مديرة الشركة وعنوانها في تشيلسي. المفارقة أننا وجدنا أيضا أن هذه الشركة صدر لها ترخيص بتاريخ الأول من نوفمبر العام الماضي، وقائمة العقوبات صدرت في مارس العام الماضي. إذن قد تمكنت من تأسيس شركة بعد صدور لائحة العقوبات. أمر عجيب أن يتمكن شخص ما على قائمة العقوبات من تأسيس شركة بعد أشهر من نشر القائمة. أعني أن المرأة يتساءل، هل طرحت عليها أسئلة من هيئة سجل الشركات؟ أسئلة من قبيل مهلا أنت على قائمة العقوبات، فكيف لك أن تسجلي شركة جديدة؟ وماذا ستفعلين بها؟ وما إلى غير ذلك. في مصر توجهنا إلى المستشار عاصم الجهري المسؤول عن استرداد الأموال المصرية في وزارة العدل، وعرضنا عليه الملفات التي تبين أن أصولا تعود إلى بعض الأسماء 19 الموجودة على قائمة العقوبات لم تجمد. تبين من تعاملنا مع الحكومة البريطانية بخصوص طلبات المساعدة القضائية، تبينها بتغلب القانون الداخلي في بريطانيا ولا تطبق الاتفاقية التي وقعت عليها لمكافحة الفساد. احنا هنا في مصر أموالنا موجودة في بريطانيا، طب كيف نحصل على تلك الأموال؟ هنحصل عليها ازاي اذا لم تقم بريطانيا لمساعدتنا للحصول عليها؟ يبدو من أدلتنا أن بريطانيا لم تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في استرداد الأموال المصرية، ولذا عرضنا تلك الأدلة مباشرة على وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، وبدأت بسؤال الوزير إن كان يعتقد أن الحكومة البريطانية قد فعلت كل ما في وسعها لمساعدة مصر على استرداد أصولها المنهوبة الموجودة في بريطانيا. إن
Yes, I believe we have. نعم أعتقد أننا فعلنا. تعقب الأموال يستلزم الحصول على أدلة عن مكان وجود الأموال، وهذا يعتمد في الغالب على المعلومات المتوفرة، وقد يكون من الصعب الحصول عليها في مصر وكذلك في بريطانيا، ولكن الإجابة باختصار هي نعم ونحن مصممون على ذلك. ما هي الجهود التي تقوم بها بريطانيا لتعقب وتجميد الأموال المصرية في الخارج؟ We have provided help over the past year. لقد قدمنا المساعدة على مدى العام الماضي من خلال الشرطة ومن خلال هيئة مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة، حيث عملنا مع السلطات المصرية لتحديد وتعقب الأرصدة، وبادرنا بمحاولة مساعدة السلطات المصرية على فهم ما يحتاجون إليه لتحديد الأصول والعثور عليها في هذا البلد. أنتم تقولون إنكم تبذلون كل جهودكم لتعقب وتجميد الأموال المصرية في الخارج، ولكن بعملية بحث بسيطة في الوثائق العامة هنا في بريطانيا وجدنا أن هناك أرصدة تخص أشخاص في هذه القائمة التي أصدرتموها، وهؤلاء هم الأشخاص الذين قمتم بتجميد أموالهم. هذه الأرصدة لم تجمد، ما هو ردكم؟ Well, I'm not aware. حسنا، لا علم لي بأي طلبات قدمت لتجميد أي من هذه الأصول التي أتيت على ذكرها، كما أنك لم تحطني علما بهذه الأسماء من قبل، ولذا ليس في وسعي أن أجيب على هذا السؤال. ولكي نستطيع أن نؤدي عملنا نحتاج إلى معلومات من السلطات المصرية، وإذا كانت هذه المعلومات لم تقدم لنا فلن نتمكن من المساعدة. وهذه الوثائق متوفرة لدى السجلات العامة وتخص السجلات المدنية وسجلات تسجيل الأراضي والممتلكات هنا في بريطانيا، إذن هي متوفرة بكل سهولة، وبالرغم من ذلك يبدو أنكم لم تجدوا هذه الوثائق. إذن لماذا لم تقدم طلبات لتجميد هذه الأصول من قبل الذين يرغبون في ذلك؟ ولكن السلطات المصرية أبلغتنا بالفعل بأنها أرسلت المعلومات التي تتعلق بهذه الحالات. وزارة الخارجية البريطانية بتفترض فينا ان احنا عارفين هذه الاموال، ونحن لا نعرف هذه الاموال. يعني بتفترض فينا ان احنا عارفين الاموال كام وكيفية خروجها، لا، ونحن لا نعلم اي شيء عن هذه الاموال. الاموال دي موجودة في بريطانيا والحكومة البريطانية بتخفيها وبتطلب مننا ان احنا اللي نقول ايه الاموال. هي تقول لنا ايه هي الاموال، تقول لنا ايه الاموال اللي عندنا كذا وكذا، واحنا من الممكن جدا ان احنا علينا ان احنا نثبت ونقولها نقول مدى مشروعية هذه الاموال. فريق التحقيقات في بي بي سي العربية لم يتمكن ايضا من فهم سبب انتظار الحكومة البريطانية للاتحاد الاوروبي لنشر قائمة العقوبات. من المعروف أنه عندما تسقط الدكتاتوريات تختفي الأرصدة بسرعة شديدة، وإصدار بريطانيا لقائمة بالأرصدة التي يجب تجميدها بعد 37 يوما من سقوط نظام مبارك يتيح وقتا كافيا لهؤلاء لنقل أموالهم، أليس كذلك؟ حسنا، لا أستطيع دون إشعار مسبق أن أقدم لك إجابة فيما يتعلق بفارق 37 يوما، إذ لا علم لي بذلك. بينما أصدرت سويسرا قرارها بتجميد الأرصدة المصرية بعد نصف ساعة فقط من تنحي مبارك، تمكنت حتى الآن من تجميد ما يزيد على 730 مليون دولار. والفترة التي تلي التنحي حاسمة لتجميد الأرصدة قبل تحريكها. بالنسبة لبريطانيا استغرق الأمر 37 يوما انتظارا لتعليمات الاتحاد الأوروبي، وقد أعلنت لندن حتى الآن عن تجميد ما يوازي 134 مليون دولار. ويبدو من المدهش أن الوزيرة المسؤولة عن الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية لم يكن على علم بهذه المعلومات. سألنا وزير العدل في حكومة الظل البريطانية عن رأيه في ذلك. ينبغي أن يكون على علم بهذا. لقد أثرت هذه المسألة وأثارها عدد آخر من أعضاء البرلمان عدة مرات في جلسات برلمانية وفي مراسلات. يؤسفني أن أقول أن ما يحدث لا يعدو كونه نوعا من اللامبالاة.
كان بوسع البريطانيين أن يتحركوا حتى قبل سقوط نظام مبارك، عندما بات واضحا للعيان أن أموالا يتم إخراجها من البلد، وكان ذلك يحدث في ظل حكومة النخبة الفاسدة لنظام حكم مبارك، وليس هناك مبرر لعدم التحرك الفوري، فلديهم الصلاحيات ونحن في واقع الأمر مؤهلون للقيام بهذه المهمة، وقد فعلناها مع ليبيا ومع سوريا. ويظل السؤال، لماذا لا نضع مصر ضمن نفس الفئة؟ تقولون في رسالة لكم، وأنا لدي نسخة منها هنا، بأن بريطانيا سوف تقدم كل ما في وسعها وسوف تتخذ إجراءات حاسمة وسريعة. ألا تعتقدون أنكم لم تقوموا بذلك؟ نحن نجمد الأصول بمقتضى إشعارات تقدم لنا بشأن الأموال التي يجب تجميدها، وسنواصل سعينا من أجل ذلك. وفي الوقت الحالي نحن نبذل كل ما في وسعنا للتعاون مع السلطات المصرية في محاولة إعادة الأموال. تقولون أنكم تساعدون الحكومة المصرية بكل الأدوات القانونية المتاحة لديكم، ولكن المصريين يرون الأمور بعين مختلفة. مثلا تحدثت إلى الأستاذ محمد محسوب، وهو الآن يشغل منصبا وزاريا في الحكومة الجديدة، واعتبر أن بريطانيا هي حديقة الفساد للمصريين، هكذا تحدث عن بريطانيا، وقال أيضا إنه يعتبر أن بريطانيا شريكة للنظام القديم بسبب عدم تعاونها الكافي مع الحكومة المصرية. ما قولكم في ذلك؟ لا علم لي بأي شكوى تقدم بها هذا الوزير إلي أو إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بسلوك الحكومة البريطانية. يقول المصريون إنهم يشعرون بأنكم خذلتموهم وإنكم لا تدعمون العملية الديمقراطية في بلادهم، ما ردكم على ذلك؟ هذه وجهة نظر مخيبة للآمال، فنحن أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وأصول شركاتنا تقدر بعشرين مليار جنيه. أتحدث تحديدا عن تجميد الأموال؟ نعم شكرا، وأنا في الواقع أتحدث عن الدعم الذي نقدمه لمصر، فأنت تقول لي إن الشعب المصري يشعر بأن بريطانيا خذلت فيما يتعلق بدعم العملية الديمقراطية، وأنا أقول لك إنه لا أساس على الإطلاق لمثل هذه التهمة. إذن تقولون إن دعمكم لمصر ما بعد الثورة هو من خلال الاستثمارات وليس من خلال رصد وتجميد وإعادة الأموال. أنت تجيد تحوير كلامي. ما كنت أفعله هو تأطير ما نقدمه من دعم لمصر إلى جانب استرداد الأموال، وقد قلت لك من قبل إن هذا يمثل أولوية بالنسبة لنا ونعمل جاهدين عليه، وقد قبلنا بالفعل 17 طلب تعاون متبادل من مصر. تحققنا من هذه المعلومات من السلطات المصرية، فقالت إن الأمر ليس كذلك، وإن بريطانيا لم ترد إلا على 17 طلبا للمساعدة، وطلبت لندن المزيد من المعلومات. وأوضح المصريون أن بريطانيا قامت فقط بتلقي طلبات المساعدة ولكنها لم تقبلها، لأن تقبلها يعني إدراجها إلى المرحلة التالية من الفحص مثل ما فعل السويسريون. علمنا بانعقاد مؤتمر هام عن استرداد الأموال في بلاد الربيع العربي في شهر يناير كانون الثاني 2012، نظمته السلطات السويسرية ودعت إليه البريطانيين، ولكنهم لم يرسلوا أي وفد. سألت الوزير البريطاني عن السبب. لا علم لي بسبب عدم ذهابنا إلى لوزان، وهذا لا يتسق مع الجهد الذي بذلناه في مجال استرداد الأموال، وهناك اجتماع سيعقد في الدوحة وسنحضره. أعتقد أننا نبذل قصارى جهدنا في العمل على إعادة الأصول بموجب إجراءاتنا القانونية السليمة. إذا كانت هنالك أي شكاوى مباشرة من الحكومة المصرية فأنا على استعداد للنظر فيها، وإننا بالتأكيد سننظر في مخاوف الوزير المصري إذا قام بالاتصال بنا بشأنها. ستسعد البي بي سي بتقديم تلك الأدلة إليكم. أنا متأكد من ذلك، شكرا جزيلا لكم. بعد إجراء هذه المقابلة قدمنا ما لدينا من أدلة للحكومة البريطانية، وقد أرسلت لنا وزارة الخارجية الرد التالي:
لقد أرسلنا كل المعلومات التي تلقيناها من بي بي سي إلى السلطات المعنية، ولكن نظراً لأننا لن نستطيع التحدث عن حالات فردية، فإننا لا نستطيع الإدلاء بأي تعليق آخر. في رأيكم ما هي الرسالة التي تصل إلى المصريين من الموقف البريطاني؟ أعتقد أنها ترسل رسالة سيئة للغاية للشعب المصري، وهي أن بريطانيا ليست معنية بمساعدة المجتمع المصري، ولسنا معنيين أيضا بمساعدة الاقتصاد المصري، وذلك يبين مدى انحدار تقديرنا على المستوى الدولي. لقد كنا مكانا تراعى فيه القيم الدولية، أما الآن فنحن نغض الطرف عن كل نوع من سوء التصرف. عرضت المستندات التي قدمتها للوزير البريطاني على واحد من أبرز المتخصصين في مجال استرداد الأموال، وهو البروفيسور مارك بيث، وسألته عن رأيه في عدم تجميد هذه الأصول. أولا كمواطن يغضبني هذا كثيرا، ولكن كمحامي أقول إن هذا الأمر لا يدهشني كثيرا، لأنني غير واثق من أن القواعد المالية الخاصة بالشخصيات السياسية تطبق بشكل كامل في بريطانيا، والدولة لم تبذل كل ما بوسعها بعد في تقديم العون، وهذا ربما فارق آخر بين بريطانيا وسويسرا. وإذا أردت أن تكون رأيا منصفا هنا، فلدى بريطانيا علاقات قوية مع الغرب وخاصة مع بريطانيا، ويتبادر لذهني هنا كل أنواع المصارف العربية وفروعها في حي المال في لندن، وإذا تجولت هناك بوسعك أن تراها، وأنا واثق تماما أن المقربين من أسرة مبارك من المصريين والمسؤولين في نظامه كانوا يشعرون بارتياح شديد في إيداع أموالهم ببريطانيا. ولربما من الأسهل أن تحضر أموالك إلى أصدقاء لك في مصرف عربي في حي المال في لندن، وهذا يعني أن هذه المصارف تعرف بالفعل مع من تتعامل، سواء كان هذا الطرف مجرد واجهة أو شركة قابضة تمتلكها شخصية سياسية أو رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته المقربين. مسؤولية استعادة الأموال المشتبه فيها لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، فالمصارف التي تتلقى وتحتفظ بالأموال عليها أن تتحقق من مصدرها. ولكن تقريرا مستقلا صدر العام الماضي لحساب الحكومة البريطانية كشف أن 75% من المصارف الموجودة هنا في بريطانيا لم تتبع كل الإجراءات المطلوبة منها فيما يخص الأموال المشبوهة، مما يضعف كثيرا الأمل في استعادتها. تتميز المعاملات المالية الدولية في النظام الرأسمالي العالمي بأنها تتجاوز الحدود الدولية في كل ثانية، وهذا يجعل مهمة تعقب الأموال بالغة الصعوبة. وللأسف سرعة إجراء المعاملات المالية تكون غالبا في صالح الدكتاتور الذي يريد إخفاء أمواله. لو كانت المصارف كما يبدو لا تتبع الإجراءات الرقابية، فهذا قد يفسر ربما لماذا تتم استعادة 5 مليارات دولار فقط من مبلغ $1 تريليون الذي لا يستدل عليه سنويا. ومن هذه المليارات الخمس التي ترد إلى بلد منشئها، 1.5 مليار تأتي من سويسرا وحدها. إذن هل ذلك يجعل سويسرا الرجل الطيب الذي يعيد الأموال القذرة، أم أنه شرير لأن هذه الأموال بحوزته من الأساس؟ توجهنا إلى السيدة ريناتا شواب من اتحاد الصيارفة السويسريين، وأخبرتنا بأن المصارف في بلادها مجهزة بآليات رقابة ذاتية فعالة مهمتها الكشف عن الأرصدة الفاسدة. نود أن نعرف حجم الموارد التي توظفها المصارف لاستقصاء أصحاب هذه الحسابات. نحن نبحث على الفور عن مثل هذه الأرصدة المودعة لدينا، سواء بأسماء هؤلاء الأشخاص أو عن الأصول المودعة بأسماء أخرى ولكن ينتفع منها هؤلاء الأشخاص.
وينطبق الشيء نفسه على حسابات الشركات وصناديق الاستثمار. يجب البحث عن هوية المنتفعين ثم تجميد الحسابات المشبوهة بموجب القانون. أي شخص يفتح حسابا يجب عليه ملء استمارة يحدد فيها اسم وعنوان وتاريخ ميلاد المالك المنتفع الذي تعود له الأصول، وهذه الاستمارة تضم في ملف العميل الذي يحتفظ به المصرف. ماذا يحدث إذن لو كان هذا الشخص يكذب ولا يقول الحقيقة؟ سنكتشف ذلك فيما بعد من خلال مراقبة التحويلات والعمليات المالية. عندما يفتح الحساب وتملأ الاستمارة ثم يكتشف المصرف من خلال المعاملات المالية أن هناك أمرا غير سليم، عندئذ يجب التدقيق أو إجراء تحقيق، وإذا لم يتمكن المصرف من وضع الأمور في نصابها فيجب إغلاق الحساب. إذن في هذه الحالة هل تنتهي العلاقة بين المصرف والعميل؟ نعم بالتأكيد يحدث ذلك باستمرار، ولكن بما أن المصارف السويسرية جمدت ملايين الفرنكات السويسرية هذا يعني بأن تلك المصارف لم تفعل ما كان مفترضا منها. لا أعني انظر، مسموح للمصارف أن تفتح حسابات لشخصيات سياسية، والشيء الوحيد الذي يجب فعله عند الشروع في هذه العلاقة هو الامتثال للقواعد الخاصة بالرقابة وملف العميل وما إلى ذلك. ولو كان المصرف يعلم منذ بداية العلاقة أن هذه الشخصية السياسية تجلب أموالا فاسدة فلن يسمح لها بفتح الحساب. لكننا نخلط هنا بين أمرين: أولا، عند فتح حساب يعود لشخصية سياسية محل مساءلة، فما الذي يعرفه المصرف عن هذه الشخصية؟ ثم قد تستجد بعد ذلك معلومات عنها عندما يأتينا ما يفيد بأن هذا الشخص ينتمي لنظام ديكتاتوري مثلا، عندئذ يجب على المصارف تجميد الحسابات والأرصدة. هذه هي المشكلة. ولكن بالتأكيد الكثيرون بل الأغلبية يعرفون بأن مصر كانت ديكتاتورية منذ سنوات طويلة. الشخصيات السياسية محل المساءلة يمكن أن تكون لها مصادر مشروعة للدخل، ويمكن أن تكون لهم أنشطة تجارية، وبطبيعة الحال مسموح لك أن تقبل هذه الأموال، ولكن غير مسموح لك قبول الأموال الفاسدة. وطالما لم تصورنا الشكوك في أن الشخصية السياسية محل المساءلة جلبت أموالا فاسدة، فبوسعنا الإبقاء على علاقة العمل بيننا. You can maintain such relationship. يبدو أنه حتى المصارف السويسرية تواجه صعوبات في التمييز بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي من أشكال الدخل التي تأتي من أشخاص من نوعية المشتبه فيهم 19. ريناتا شواب أشارت علينا بالاتصال ببعض المصارف لنسألها عن نظم وآليات التشريعات الذاتية الجديدة مثل بنك يو بي اس، وهو أكبر بنك سويسري اتهم بإيواء كميات كبيرة من أموال مبارك في الماضي. تعرف المصارف السويسرية بأنها رقيبة على نفسها فيما يتعلق بالأرصدة الأجنبية. أردنا أن نعرف المزيد حول هذا النظام واتصلنا بمصرف يو بي اس، وهو أكبر مصرف في سويسرا وربما في العالم، ولكنهم في النهاية رفضوا التحدث إلينا تماما. في كثير من الحالات تتوقف الأرصدة في أكثر من محطة وتحت أكثر من مسمى إلى أن تصل إلى وجهتها النهائية. من تلك المحطات جزيرة قبرص القريبة من مصر، والتي كانت تحيط نظامها المصرفي بسرية تامة إلى أن أجبرت على التخلي عن ذلك عام 2004 لدخولها الاتحاد الأوروبي. هذه الوثائق التي حصلت عليها في القاهرة والتي تخص المصرف المركزي القبرصي تفيد وجود شركات كانت تستخدم في قبرص لتحريك الأرصدة، والمفارقة هي أن كل ذلك كان يتم بشرعية تامة لأن أصحاب تلك الأرصدة كانوا قريبين من مراكز اتخاذ القرار في البلاد. ومن مئات الوثائق التي أرسلت إلى الدكتور محمد محسوب من قبل موظفين في مصارف دون ذكر أسماء، استطاع أن يقدم لبي بي سي رؤية فريدة لكيفية خروج الأموال من مصر.
من آليات إخراج الأموال إنه أنا تخصص لي قطعة أرض، خصص لشخص أو راجل أعمال كبير خصصت له قطعة أرض لعمل مشروع سياحي، فبيقترض عليه قرض هائل من البنوك عشان يعمل المشروع السياحي. يوم هذا القرض يستخدم الجزء الأدنى منه إن استخدم في لعمل بنية تحتية للمشروع أو البدء في تجهيز المشروع، ويبحث عن شريك آخر أو ما شابه، أو يتعطل المشروع مش مشكلة، الجزء الأصلي من المال يحوله إلى الخير، خصوصا في ظل رقابة ضعيفة على عملية نقل الأموال. يعني في بعض المصارف في الدولة المصرية يمكن أن تنقل من خلالها الأموال أيا كان حجمها دون حتى أن يعلم البنك المركزي، زي المصارف التي زي المصرف العربي الذي أنشئ باتفاقية معينة ولا يخضع لرقابة ولا لأساليب عمل البنك المركزي. وبالتالي يعني آليات نقل الأموال إلى الخارج كانت سهلة جدا. نتحدث النهاردة عن مثلا تريليون دولار من الأموال المصرية على مدار 20-25 سنة خرجت من جميل جدا وخلاق أيضا، وهو يعمل بطريقة فنية مميزة، وقد ذكرتني حديقته بالحدائق اليابانية التقليدية إنها جميلة. أكد أن هذا الرجل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عين في ديسمبر 2003 بمرسوم رئاسي، وأحذروا من الذي يجلس على قمة البنك المركزي اليوم؟ هل تعرفون هذه السيدة؟ لقد غادرت مصر إلى سويسرا منذ حوالي 40 عاما، وقد عملت في منظمة الصحة العالمية، ثم أصبحت بعد ذلك الذراع اليمنى لسوزان مبارك في حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام، وقد تفضلت بدعوتنا إلى شقتها في جنيف حيث استقبلتنا مع كلابها الوفية. الحقيقة ما بدأتش بالحركة الدولية، هي بدأت ببرامج تبع الصحة العالمية، فكنا بنتكلم على كل الـ موضوعات دي عن طريق الإحصاء العالمي والمكتب الإقليمي، فكان في كولابوريشن ما بين الاثنين، واخد بالك؟ فده اللي بدأ، وبدأت علاقتي مع السيدة سوزان مبارك بالبرامج دي. كان لك موقع بارز يعني في حركة المرأة الدولية من أجل السلام، يعني ماذا كان دورك فيها بالضبط؟ طب دورك لا أستطيع الرد على ذلك باللغة العربية. ما هو ماشي كويس. بدأت علي البنداري تتململ وأصرت على التحدث بالإنجليزية. لما تطلع عليك أن تتوقف. بدأت أتوتر للغاية الآن. ما عنديش، لأن أنا ما كنتش بعمل فاينانسينج، فممكن تبص على الـ على الـ على الريبورت هتشوف الفانز جت منين ومين اللي ادى واللي اتصرف. ما عندي، مش أنا لم أكن أقوم بجمع التمويل. كنا مهتمين بشكل خاص بمحاولة الوصول إلى حقيقة الشائعات التي تعج بها الصحف المصرية عن استغلال سوزان مبارك لشبكتها من الأصدقاء الذين يعملون في مجال الأعمال الخيرية والمنظمات غير الحكومية كوسيلة لغسيل الأموال.
تم تحويل 2,675,000 دولار، وكانت هذه تبرعات وصلت لمكتب القاهرة ومنحت لمعهد السلام. وزارة الشؤون الاجتماعية سمحت لنا بذلك، ما قمنا به قانوني وتم من خلال الحكومة نفسها. ولكننا عندما كنا في القاهرة تلقينا رسائل مكتوب عليها سري للغاية من طرف مصدر مجهول يؤكد كما قالت لنا علياء البنداري تحريك الأموال من حركة السلام والنساء العالمية إلى معهد دراسات السلام في مكتبة الأسكندرية. ولكن الشيء المثير هنا هو من هم الذين كانوا على علم بعملية التحويل هذه. انظروا إلى الأسماء: المدعي العام المصري عبد المجيد محمود، الدكتورة نجوى حسين خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، السفير أحمد فتح الله بوزارة الخارجية المصرية، الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الأسكندرية، السفير أسامة شلتوت رئيس قطاع الهيئات غير الحكومية بوزارة الخارجية. اتصلت بي بي سي بأصحاب تلك الأسماء لمنحها حق الرد، وجاء رد النائب العام عبد المجيد محمود والدكتور إسماعيل سراج الدين بأنه ليس هناك سبب يدعو إلى ربط المنظمات غير الحكومية بأي نوع من الممارسات الخاطئة لمجرد اقترانها بسوزان مبارك. وأضاف: المهم عندنا ليس هذا المبلغ ولا ذاك، وإنما تشويه الدولة المصرية وتشويه الشعب المصري وجمع تبرعات باسم الشعب المصري ثم عدم استخدامه على الأراضي المصرية ودون رقابة مصرية. هذا هو الأمر الكارثي في الحقيقة. هناك بالفعل علامات استفهام كثيرة حول أسباب عدم تجميد ثروات طائلة في مصر وخارجها أصحابها ليسوا فوق مستوى الشبهات. ولكن أياً كانت الأسباب وراء ذلك، فإن التحولات العميقة التي شهدتها مصر وعايشها المصريون ستجعلهم أكثر تصميماً ومثابرة في المطالبة بعودة مليارات مصر المنهوبة.